التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأرمني فاغن خاتشاتريان، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر كوب 28 في دبي بدولة الإمارات. وخلال اللقاء أكد الرئيسان على ما تتسم به العلاقات المصرية الأرمينية من خصوصية تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي. وفي لقاءين آخرين التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلا من الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا ورئيس تنزانيا سامية حسن. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأرمني فاهان خاتشاتوريان، وذلك على هامش انعقاد الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا. اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. كما التقى السيد الرئيس على هامش أعمال القمة السيدة سامية حسن رئيسة تنزانيا.